بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت معكم في فقرة يوم الأحد والتي ستعاد أو ستكون موجودة متاحة مدة أسبوع، ثم فقرة الاثنين وكذا. طبعا الأحد مساء ستبث ممكن الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، والإعادة ثاني يوم. ما زلنا نتحدث عن فرص الفوز بالمنحة الدراسية، يعني من 1000 سيفوز بمنحة دراسية 5 سنوات، لأنه هذه فقط للناجحين، يعني اللي يأخذوا علامات عالية في الفصل الأول. ما عندهم إعادة. طبعا السنة هي 4 فصول، لأن السنة في الأسابيع عندنا 10 أسابيع الفصل، فيها 4 فصول، لأن السنة 50 أسبوع، وفي 10 أسابيع إجازة نستعد للسنة الثانية اللي هي تبدأ. الإجازة حتبدأ من رمضان إلى ذي الحجة، 10 أسابيع، يعني في رمضان وشوال إلى منتصف ذي القعدة، هذه إجازة، ويبدأ العمل من منتصف ذي القعدة اللي هو التسجيل والاستعداد لأول العام اللي هو 5 ذي الحجة. فدي السنة حتى نفس الموضوع، فأول دفعة هي في 5 ذي الحجة 1443 تبدأ الدراسة. طبعا الصغار يستفيدوا إيش؟ إنه يتخرج 20 في المنحة الدراسية ويعملوا، يعني تصير عندنا 20 مدرسة نختارها من 100 مدرسة تقريبا، 20 مدرسة من 100 مدرسة. طبعا من ينتهي العام حيشارك معانا في السنة الثانية، يكون يدرس ويبدأ في الجائزة الكبرى في العمل معنا، يدرس من هم في الرابعة ابتدائي، يعني سنة 1444 حيبدأوا يدخلوا معانا رابعة ابتدائي مش سادس ابتدائي.